أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الشارع. في هذه الحلقة نتحدث عن الأحزاب السياسية وعلاقتها بالحكومة والأحزاب وعلاقتها أيضا بالشارع، وتحديدا سنتطرق للتعريف حول أحزاب المعارضة وعلاقتها بالحكومة وبالشارع. وتعرف المعارضة في أدبيات علم السياسة على أنها أحزاب وجماعات سياسية تملك برنامجا محددا يهدف بالأساس إلى الوصول إلى السلطة، وتمتلك الأدوات التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف. والمفترض أنها ترتبط بحركة سياسية تعبر عن فئات اجتماعية وتعمل على دعم وتقوية النفوذ الاجتماعي لها، وذلك عبر طرح برنامج قابل للتطبيق في ضوء معطيات طبعا الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وبالتالي تتمحور أهم وظائفها في نشر الوعي والتعبئة السياسية والجماهيرية والتجنيد السياسي ودعم الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية. ويرتهن نجاح هذه الأحزاب في أداء تلك الوظائف بتوافر معايير ومؤشرات محددة يأتي في مقدمتها كفاءة البناء الداخلي والتنظيم للحزب والتماسك والقدرة على التكيف والتطور المستمر لمواجهة الظروف المتغيرة. والآن وفي الساحة الأردنية نتحدث عن مرحلة ما بعد 89، مرحلة الانفراج الديمقراطي ومرحلة ظهور الأحزاب من مرحلة السر إلى المرحلة العلنية. وقد يقول المتأمل لهذه الحالة ما قاله الشاعر: رماه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. رحبوا معي هذا المساء بضيفاي الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد الدياب، مساء الخير. والكاتب السياسي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد فخيدة، مساء الخير. مساء الورد، أهلا بخير. اللي نبدأ من عند دكتور سعيد. دكتور، يعني كيف تقيم العلاقة ما بين الأحزاب بشكل عام والحكومة؟ هل هي علاقة إيجابية بالمفهوم العام؟ يعني هو أنا باعتقادي أنه المرحلة اللي تفضلت فيها بعد 89 جرى اعتراف قانوني بالأحزاب من قبل الحكومة، طبعا الحكومات اللاحقة استطرادا، ولكن هذا الاعتراف القانوني لم يرتقي ليتحول إلى اعتراف سياسي وواقعي بالأحزاب باعتبارها أولا جزء رئيسي في الحياة السياسية وجزء مشارك يعني في صياغة القانون. لذلك أقول جرى الاعتراف القانوني ولم يتطور إلى ذلك، بقيت العلاقة بين الحكومة والأحزاب في جانبها المحدود والضيق أقرب حتى إلى نوع من التهميش والإهمال من قبل الحكومة للأحزاب. لماذا؟ لأن لما أنا يعني بحكي الاعتراف الواقعي والسياسي، عندما نتحدث أننا الأحزاب يجب أن تكون شريكة في صياغة الحياة السياسية، وإذا أرادت أن تأخذ دورها بالشراكة هي بحاجة إلى أن تطل وبشكل جيد على الواقع العملي للبلاد. هلأ حتى قدرة الأحزاب على صياغة برامجها إذا ما توفر لها مجموعة من المعطيات الداخلية سيكون طرح البرامج بالإطار العام ولا تستطيع أن تقترب بالإطار الخاص. يعني لو بدي أجيب مثال، مثلا لو أراد حزب أن يقدم برنامجه بالسياسة التعليمية، إذا لم يتوفر لدى الحزب بالضبط أين يقع الواقع التعليمي سيكون متعذر على الحزب أن يجيب بشكل واضح وتفصيلي على السياسة المرسومة ويقدم رؤيته. سيكون تقديمه هو فقط كيف ينظر للعملية الإعلامية. نعم، يعني الحكومة ليست، ما في مكاشفة بين الحكومة والأحزاب في الكثير من التفاصيل، يعني ما بتسهل الأحزاب آليات عملها مثلا.
أبدا، مش بس فقط ما في مكاشفة، أو لم تعرف يعني في أحداث سياسية كبيرة واقتصادية كبيرة، حتى اللقاءات ما بين الحكومة والأحزاب يعني في فترات متباعدة تكون أقرب ما يكون إلى رفع العتب منه، يعني جانب من بروتوكولي فقط، حتى يمكن بروتوكول أو حتى شكل أشكال العلاقات العامة للإيهام يعني الرأي العام أنه نحن منفتحين على الأحزاب. هلا ضمن هذا يعني الصورة اللي ممكن تصنيف طبيعة العلاقة بين الأحزاب وما بين الحكومات المتعاقبة. بالمناسبة بالعكس، يمكن في بعض وزراء رؤساء حكومات لم يلتقوا بتاتا على مدار حكمهم مع الأحزاب، ويمكن هنا أستحضر من بينهم نادر الذهبي على سبيل المثال، يلتقي أبدا مطلقا ولا طرح ولا شيء، ولا فكر انه يعني يجي يقول انا بدي التقي مع هالاحزاب واحطهم بصوره يعني القضية تحرير المحروقات، اسعار المحروقات لما وضعها في عهده. هذه الصوره الحقيقه بتعطي حجم الفجوه ما بين الاحزاب وما بين السلطه التنفيذيه. جميل. استاذ خالد، كيف ترى هذه العلاقه كصحفي ومتابع ومحلل سياسي، كيف ترى تفاعل الحكومة؟ وهل هناك تمييز ما بين أحزاب وأخرى تجاه مع الحكومات؟ يعني التمييز مرحلة كانت تقريبا قبل يعني 10 سنوات، وأعتقد أن هذا التمييز انتهى حينما يعني بسبب تداعيات مرحلة أواخر الخمسينات والستينات، وبسبب الحياة السياسية وظروفها في ذلك الوقت، يعني الذين كانوا يعني حلفاء اليوم كانوا يعني خلفاء الأمس، الحركة الإسلامية ممثلة بالإخوان المسلمين وبين الأحزاب اليسارية والقومية. ولكن يعني خلينا احنا نحكي عن الحالة الحزبية بعد 89 في الأردن، يعني اعتقد انه العلاقة لا زالت في تضاد، وسبب هذا التضاد يعني في سبب رئيسي له، ألا وهو اتفاقية وادي عربة. يعني هذه يعني هاي الاتفاقية يعني وسعت الهوى بين أحزاب المعارضة التي ترفض عملية السلام برمتها والتفاوض مع إسرائيل، وبين الحكومات. فهذا كان جزء رئيسي من الخلاف، وأعتقد هذا كان أيضا سبب في تشكيل لجنة أحزاب المعارضة، اللجنة التنسيقية، والتنسيق معا فيما يتعلق في هذا الموضوع، من ثم ابتدى التنسيق فيما يتعلق في المسائل الوطنية الأخرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي على المستوى الداخلي. ولكن يعني أنا ما لمسته من أحزاب المعارضة، يعني أنا بعتقد الحزب حينما يعني يريد أن يكون منتشر شعبيا، أعتقد أنه يجب أن يكون لديه قوة وروافد اقتصادية واجتماعية وثقافية. يعني نحن خذ تجربة الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين كيف انتشروا في الأردن؟ عندهم جمعية خيرية، ومن ثم أصبح لديهم مؤسسات اقتصادية وطبية وتعليمية، وانتشروا في الأردن من خلال الاقتصاد يعني، وليس من خلال الخطاب الديني فقط. المواطن يعني حينما يؤمن في مبدأ، قبل ما يؤمن في هذا المبدأ سينظر إلى لقمة عيشه، هل هذا المبدأ سيوفر لي لقمة العيش؟ هل هذا المبدأ يعني سيساهم في تطوير حياتي على كافة مناحي الحياة؟ يعني أعتقد بالنسبة لأحزاب المعارضة، يعني أنا دائما بوجه له سؤال، لماذا كنت في السر تعملين وتنتشرين بشكل أفضل ما كنت في العلن، مع أنه وأنت في السر كنت تلاحقي أمنيا يعني آلاف أضعاف ما التعقيدات الأمنية التي وضعت أمامها حينما أصبحت تعمل بشكل قانوني؟ إذن هناك يعني في مشكلة، أعتقد في مشكلة كبيرة في أحزاب المعارضة نفسها. يعني دائما الإجابة إنه هل في بعض أحزاب المعارضة يعني واضح من خلال أدائها لها امتداد خارجي، يعني سواء قالوا الأمناء العامين أو لا واضح إنه في امتداد خارجي، واضح إنه هذا الامتداد يعني يتعلق
بتنظيم سواء على مستوى أممي أو على مستوى يعني وطن عربي أو على مستوى يعني فكري. وهذا الامتداد أيضا يعطل من موضوع تلاقي الحكومات وأحزاب المعارضة على نقاط يعني على قواسم مشتركة. ولذلك يعني حتى الآن لم نرى هناك يعني أي تقارب بين الأحزاب المعارضة والحكومات باستثناء يعني حزب اليسار الاجتماعي الذي يعني ولد مراحل أكثر من تيار وتجمع وأصبح يعني يرشح منه من أعضائه لمناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة. نعم. دكتور، بالنسبة للسر والعلن، لماذا كان أداء الأحزاب في مرحلة العمل السري أقوى وأفضل من عملها في مرحلة العمل العلني والانفتاح الديمقراطي؟ هل هنالك أسباب أثرت على أداء الأحزاب ما بعد الانفتاح الديمقراطي؟ يعني هو مع أنه هذا السؤال والحديث يعني يرتبط بانتشار الأحزاب أو عدمه، ليس مرتبطا بالعلاقة بين الحكومة والعمل الحزبي. ولكن بلا شك أنه في المرحلة العلنية التي نتحدث عنها هي ترافقت مع لحظة عالمية ولحظة عربية. هذه اللحظة العالمية المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفيتي، هذه مسألة ليست يعني نحن لما نتكلم انهيار الاتحاد السوفيتي ليس مجرد انهيار دولي ونقطة، انهارت أيديولوجيا، انهارت أيديولوجيا، انهار فكر على الأقل بالمعنى المحقق. وبالتالي هذا انعكس يعني كان ضرب كبير جدا لكل الامتداء يعني لكل الفكر المتشابه أو المتقارب يعني مع هذه مع هذا النظام. وبالتالي كأن المصادفة التاريخية ما بين دخول الأردن حالة انفراج ديمقراطي والمتغير تزامن مع كأن لحظة زمنية هي قد تكون مش قد تكون أكيد مصادفة، ولكن أضف إلى ذلك مسألة أخرى وجهت للفكر القومي هي الحقيقة حرب الخليج الثانية، لا نستطيع أن ننكر يعني طبيعتها وضرب العراق وبعدين لاحقا طبعا بال2003 يعني احتلال العراق. هذه الصورة يعني حولت كل أحزاب اليسار والأحزاب القومية إلى أسئلة داخلية في أولا بطبيعة الفكر ومضمونه ومكوناته ومدى ملائمته او عدم ملائمته من ناحية، ثم كيف نتعامل مع المرحلة اللاحقة. هذه يعني قضية. القضية الثالثة انا باعتقادي بالرغم من الانفتاح الديمقراطي الا ان المعيقات للعمل الحزبي لا تزال موجودة حتى هذه يعني اللحظة. أنا السؤال كان إنه الحكومات بعد الانتقال لمرحلة العلن هل أصبحت تحدد حجم أو قدرة الحزب على الامتداد من يعني عدم من عدمه؟ هي مش بالضرورة إنه تحدد، ولا هي عمليا الحكومات رغم كل الاعتراف القانوني هي كانت تسعى إلى محاصرة هذا الامتداد الحزبي. جميل. بالسلوك اليومي بالتضييق على مجموعات الشباب التي تفكر بالانخراط بهذه الأحزاب. هل هذه المجموعة اثنين حتى هذه اللحظة لم يواكب الإعلان الرسمي للانفتاح بإعلام رسمي حكومي يقول إنه العمل الحزبي مسموح ولا قيود عليه ولا لهذا السبب في الذاكرة الجمعية لا يزال موجود.